كل حرب كنت حس في تحدي، تحدي إنه أنا قديش قادر أظهر من هيدي الحرب وطلع الصورة اللي بتعبر عن هذا الواقع. إن أنا تعرضت لإصابات، تعرضت لحوادث، شأني شأن كل مصور صحفي رغم القلق الكبير اللي بيعيشه. يعني هذا القلق أحيانا بيحمله على داخل البيت. هو أنا بالأساس يعني كنت صحفية، كنت أكتب وأشتغل بالصحافة الثقافية. صارت الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، فقرروا بجريدتي أنه غطي هيدا الحرب. كانت حرب 96 هي أول حرب بغطيها. هيدا اللي خلاني أشتغل كمراسلة عسكرية، وهيدا اللي خلاني أحمل كاميرا بعدين وصور اعتداءات اليومية، القصف اليومي، الحرب على جنوب لبنان. يعني اجتياحين غطيتهم 96-2006 والاعتداءات المتكررة بشكل يومي. من أنا وصغير يعني حب مهنة الصحافة، يلفت لي نظري الصحافة كله هيك، يعني اطلع فيه بشكله يعني من فوق لتحت، من لبسه لأدواته لكل شيء، كان يجذبني هذا المشهد. أول صورة صورتها بالسنة 1991 لوكالة الصحافة الفرنسية، كنت عم صور غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة. انبسطت لما شفت صورة تاني يوم نزلت بعتقد صفحة أولى بجريدة الحياة. يعني كنتش بعرف بعد يعني شو أهمية إنه تشوفي صورتك منشورة بجريدة، وجريدة عربية ومهمة. اشتغلت بتوزيع الصحف حوالي 7 سنوات. بهالفترة هيدي اللي كنت عم بشتغل عنده هو صحافي تعلقت بالكاميرا. مسكت الكاميرا أول مرة بسنة 1984. كان الدافع أنه التحدي لازم أنا أعمل شيء غير توزيع الصحف، والتحدي كان لازم أمسك الكاميرا، لازم يطلع مني شيء، يعني لازم أنا أصير شيء بالمستقبل. في يمكن 5 حروب مميزة أكبرها 2006. بلشت اليونيفيل انتدبت بأزار 78 على أثر حرب. ترجيلنا عاش بعصر حروب، هيدي بتترك تداعيات داخل الواحد وبتشكل تحديات قد ايه في يطلع منها. هاي الفترة أول دخول اليونيفيل كتير لقى وجود ترحيب من السكان، يعني من أول ما دخلوا، وعلى مر الأيام يعني نشأت علاقة هيك بينهم وبين السكان من نوع خاص، يعني علاقة مدنية عسكرية. هن راهنوا على طيبة السكان وعفويتهم، يعني هن ضمير العالم، إنه الضمير نحنا تحت حماية هالضمير العالمي، هن صوتنا كانوا، هن صورتنا. تشكل اليونيفيل قوة قوية مع السكان والجيش اللبناني. يعني إذا ما كان في أرضية من هالسكان، يعني هالسكان هيدا اللي بتحب اليونيفيل، هالسكان يلي بتطلع اليونيفيل على الكرة اللي عندها وبتمشي فيها، الاختلاط مع الناس، الحياة الاجتماعية، التقديمات، الخدمات، هيدي كمان جزء مهم إنك أنت الأرضية مؤمنة لهاليونيفيل إضافة لعلاقتها الوثيقة مع الجيش اللبناني. اليونيفيل بيخلق انطباع ارتياح عند العالم، خصوصا عم نحكي عن عالم يعني قضى وعانى من احتلال اسرائيلي، فكان يعني بحاجة لحدا يكون اولا شاهد وثانيا يعني بيعطيك شعور بالاطمئنان. تجربة أي مصور صحفي شارك بطاقية وجود اليونيفيل بجنوب رح يقيمها هي تجربة مفيدة وتجربة قيمة وغنية. غنية بمعنى أنه على صعيد الجغرافيا بتعرفك على مناطق كتير تجهليها. يعني هو دائما مسقط الرأس، يعني بضل خلص شي حاملتيه كل عمرك وكل حياتك، تقاليدهم، عاداتهم، لهجتهم. نحن أصلاً ناس طيبين يعني، وبعتقد هيدا اللي خلينا هيدي يعني بين هلالين، هيدا اللي خلينا نعمل علاقة كمان كتير طيبة مع قوات حفظ السلام.